أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معي من جديد. كنتمنى يا رب تكونوا بأتم الصحة والعافية كما وعدناكم. فهذا الموضوع إن شاء الله إخواني وأخواتي غنتكلموا على بزاف ديال النقاط. أول حاجة غنتكلموا على العملات اللي غادي يمروا من المرحلة زيرو المرحلة واحد، أشنو اللي نقدروا نديروا وأشنو اللي ما نقدروش نديروا في حالات إلى العملة ديالنا، يعني مرات من هذه المرحلة كما قلت زيرو المرحلة واحد اللي غادي تكون من نهار الاثنين 11 في هذا الشهر هذا. غنتكلم على الارقام ديال الوفيات والارقام ديال الناس اللي تصابوا بهذا الوباء في هاد 24 ساعه كذلك، لان عطيت هذا الوعد ديال الناس في عجاله. وغادي نتكلم على العملات، شكون هما العملات اللي غادي يمروا من هاد المراحل اللي ذكرت الزيرو الواحد، واخا يعني في عجاله نعطيكم الارقام ديال ان الناس اللي شفتوا الفيديو ديال البارح كانت 229 ديال الناس اللي ماتت. اليوم تسجلات 179 حاله، كاين واحد الانخفاض اللي هو ملحوظ. العدد ديال الناس اللي تصابوا بهذا الوباء في 24 اللي فاتت، الناس اللي شفتوا الفيديو ديال البارح كانت 1095، اليوم تسجلات ولا اليوم حطات الوزارة ديال الصحة 604 ديال الناس يعني اللي تصابوا بهذا الوباء هذا في هذه 24 ساعة اللي فاتت. يعني مقارنة مع 24 ساعة أخرى كاين واحد الانخفاض اللي هو ملحوظ. الحاجة اللي ما غاديش نقدر نقولها هي أن هذه الأرقام غادي نشوفهم ديما يطلعوا يهبطوا يطلعوا يهبطوا حتى يدير الله ما دار ولا حتى يكون شي لقاح. المهم هذا من جهه. المساله الاخرى غادي نعطيكم دابا العملات اللي هما غادي يمروا من المرحله واحد، لا من المرحله عفوا زيرو المرحله واحد ابتداء من نهار الاثنين 11 يعني في شهر 5. العملات هما هادو: غاليسيا، استورياس، كانطابريا، بايس باسكو، مورسيا، كاناريس، بالياريس، لا ريوخا، نافارا، اراغون، اكستريمادورا. هادو هما العملات اللي غادي ينتقلوا من المرحله زيرو المرحله واحد ابتداء من نهار الاثنين. قبل ما نهضروا ونقولوا اشنو اللي خصنا نديروا واشنو نقدروا نديروا واشنو ما نقدروش نديروا الى اخره، من بين الاسئله المتداوله هي اللي غادي نهضروا عليها فقط في عجاله، يعني الناس اللي كتسولوا بزاف ديال المسائل اشنو نقدر ندير اشنو ما نقدرش ندير الى اخره. العملات اللي ما ذكرتش، العملات اللي ما ذكرتش بمعنى انهم ما غاديش يدوزوا المرحله واحد، كاين بعض الاستثناءات على سبيل المثال مدريد ولا برشلونه ولا بزاف ديال العملات، كاينين شي وحدات داخل العماله غادي يمروا المرحله واحد الا كانت الظروف يعني الصحيه كتسمح بهذا الامر هذا، يعني العماله برمتها ما غاداش تدوز، ولكن كاين اونيداديس ولا وحدات داخل العماله يعني شي منطقه محدده غادا تدخل يعني المرحله واحد بحال هاد العملات اللي تكلمت عليها. واخا دابا غادي نهضروا على في حالة الى العملة ديالي مرات من المرحلة زيرو المرحلة واحد، مثلا شي عملة من هاد العملات اللي ذكرت يعني كنا نسكن فيها. على سبيل المثال انا كنسكن في العملة ديال نابر، محادة معايا من جهة العملة ديال الريوخا، من جهة اخرى يعني البايس باسكو، من جهة اخرى كذلك يعني الاراغون ساراغوسا الى اخره. واش انا ممكن ليا نقدر نتنقل مثلا من عملة لعملة، يعني ما فرقنا حتى شي حاجة في هاد الحالة؟ الا ما نقدروش نتنقلوا من العمله ديالنا لعمله اخرى. واكثر من هذا الشيء كامل بغيت نوصيكم على واحد القضيه، الحكومه يعني سبقات الاحداث لهذه المساله هذه ودارت واحد الاجراءات اللي هي صارمه، غدا تكون واحد المراقبه شديده على الحدود ديال ما بين كل عمله وعمله. علاش؟ تحسبا لبعض الناس اللي غادي يبدا يدور في الذهن ديالهم ان العمله ديالي بقى في المرحله زيرو والعملة اللي محادة معايا دازت المرحلة واحد، وبالتالي تم عندي دار، عندي بيسو، عندي شي عائلة ديالي، وغادي نسلت باش ندوز لهذيك العملة ويكون عندي الحرية ديال الحركة ولا الحرية ديال التنقل أكثر. هنا واحد المشكل الكبير وغادي يكون خطر، وغادي يكون التنقل ديال العدوى يعني احتمال كبير. يعني الحكومة كما قلت دارت الاحتياطات ديالها ووجدات واحد الأمر اللي هو غتكون حراسة يعني شديدة ولا يعني مراقبة شديدة على هذه القضية هذه، وغادي تكون الإجراءات يعني صارمة. نوصيكم على المسؤولية، نتحملوا المسؤولية ديالنا ونبقاو يعني في العملة ديالنا، وهكا نتجنبوا بزاف ديال المشاكل، الغرامات المالية، يعني مشاكل مع البوليس إلى آخره. واخا نتكلموا على حاجة أخرى، نقدروا نتنقلوا بالطونوبيل ديالنا حنايا العائلة مثلا، شحال من واحد؟ هذا سؤال من بين الأسئلة اللي مطروح ديما. في هذه الحالة ملي ندخلوا للمرحلة واحد نقدروا نتنقلوا في الطوموبيل ديالنا حتى لتسعة ديال الناس، اشنو الشرط؟ نكونوا كنسكنوا في نفس الدار،
انت والزوج ديالك، انت والزوجة ديالك، الوليدات ديالكم، 3 4 5، المهم ما تعداش 9 ديال البلايص. حنا كنعرفوا ما كاينش طوموبيل اللي هي صغيرة كتساق بالبيرمي فيها اكثر من 9 ديال البلايص، ولكن على اي هما عطاو حتى 9 ديال البلايص، ولكن يكونوا بشرط يكونوا يسكنوا في نفس الدار، بمعنى العائلة، يعني ما يكون مخلط معنا حتى شي واحد. من بين الأسئلة المتداولة الأخرى كذلك، واش نقدر نزور العائلة ديالي؟ عندي والديا، عندي نسابي، عمامي، خويا، اختي، الى اخره، في شي فيلاج من الفيلاجات اللي كاينين في نفس العماله. تنقل خارج العماله هضرنا عليه ما كاينش، ولكن عندي العائله ديالي في نفس العماله في شي فيلاج اخر بعيد مني ب 20 30 40 كيلومتر، ممكن نمشي نزور هذه العائله هذه بدون مشاكل، الا في الحالات اللي غادي نذكر، الا كانت شي اعراض ديال هذا الوباء على شي حد من هذوك الناس اللي هم العائله ديالي، ولا إذا كانوا تحت الحراسة الطبية لأنهم مشبوه فيهم، ولا كانوا عندهم شي كونتاكت مع شي حد يعني اللي مصاب إلى آخره. هذا النوع من هذه العائلة ما نقدروش نزورهم، ولكن لما كانوش من هذه الناس اللي ذكرت نقدروا نزورهم يعني بدون مشاكل. فين نقدروا نجمعوا معاهم؟ في الدار ولا في الشارع، ما كاينش مشكل، تحت الشروط ديال الوقاية اللي هي الغسل ديال اليدين مثلا، النظافه الى اخره، الحفاظ على المسافه ديال 2 متر ما بيننا وما بين الناس، السيد اللي غادي يقعد حدايا، الشخص الاخر اللي غادي يقعد حدايا، خاصها تكون 2 ديال المتر. في حاله الا ما قدرش توفر ديك 2 ديال المتر، الكمامه اجباري. هادو هما الشروط اللي خاصها توفر يعني ملي نمشيو نزورو شي عائله. شحال خاصنا نكونوا ديال الناس؟ 10 ديال الناس، من 10 ديال الناس ولتحت، يعني من الفوق ممنوع، ولكن كما قلت نقدروا نمشيو عندهم للدار ولا نتلاقاو معاهم في الشارع بحال بحال، ما كاينش مشكل، غير وكان خاصها تكون الشروط ديال الوقايه اللي تكلمت عليها، الكمامه في حاله الا ما كانش المسافه ديال 2 متر، الوقايه ديال مثلا الغسل ديال اليدين وهذا النظافه الى اخره. اشني المساله الاخرى اللي هي من بين يعني مثلا الاسئله المتداوله؟ الطوموبيل هضرنا عليها، التنقل ديال العائله نقدر نزورهم هضرنا عليها، المساله مثلا ديال كنعرفوا في هذه المرحله زيرو حالين المحلات التجاريه اللي المساحه ديالهم ما كتفوتش 400 متر، هادو هما المحلات التجاريه اللي غادي يكونوا حالين كذلك في المرحله واحد. ولكن هاد المرحله زيرو، هاد المحلات اللي تكلمنا عليهم، كاين واحد الشرط، هو ان الرانديفو، خاصك الا بغيت تمشي لشي محل ديال الحوايج مثلا التيندا ديال الروبا، ولا مطعم باش تجيب الماكله، ولا قهوه، ولا اي حاجه يعني من هاد القبيلات، خاصها تكون درت واحد الموعد مسبق، رانديفو. هذا هو الحاجه اللي تلغات. اما المحلات التجاريه غادي يبقاو حالين نفسهم، يعني المحلات الصغيره 400 متر ولتحت، ولكن الرانديفو ما بقاش، يعني تقدر تمشي بلا رانديفو يعني يستقبلوك. من بين المسائل الاخرى، النساء اللي كيكونوا خدامين عند شي حد في الدار، كدير له الجفاف، كتصلح له الحوايج الى اخره، هاد الناس هادو هما يقدروا يمشيو يعني ابتداء من نهار الاثنين، يقدروا يمشيو لهاد المنازل مثلا اللي كانوا كتقويو شي حد كبير في السن، ولا يعني الدراري اللي هما صغار، ولا الى اخره، الا كما قلت في حالات الا كان شي حد يعني عليه اعراض وهذا وكذلك. ولكن المسائل ديال الوقايه ديما، المسافه ديال 2 متر، الا ما كانش المسافه ديال 2 متر، الكمامه، الغسل ديال اليدين، اي حاجه قصناها وكذا، هي يعني النظافه الى اخره. المساله الاخرى كذلك اللي هذه انا مهمه بالنسبه ليا، وبزاف ديال الناس غادي يكونوا متفقين معايا في هذه القضيه، الاسواق الاسبوعيه. حنايا العرب كيهمنا هذا الامر بزاف، خصوصا النساء يعني المغربيات. للاسواق الاسبوعيه كنا كنبغيو نتقداو حويجات للوليدات ديالنا وهذا، وكنعرفوا هذا الحظر الصحي دابا، يعني بنادم ما بقاش خرج، ما بقاش درس، دابا حنا في شهرين، كنا كنبغيو نشريو حويجات للوليدات ديالنا من هذه الاسواق الاسبوعيه اللي كتعمر مثلا في الفيلاج ديالنا كل يوم ولا واحد النهار في السيمانه. فهاد الاسواق هادو هما غادي يتحطوا، ولكن غادي يكون الطاقه الاستيعابيه ديالهم 25%، بمعنى ما غاديش يكونوا دوك البوستوس اللي موالفين كنشوفوا يعني عاده، فقط غادي يكونوا شي بوستوس اللي هما قلالين. هادو هما النقاط اللي بانوا لي انا مهمين بغيت نتكلم عليهم، التنقل بالطوموبيل، الزياره ديال العائله ديالنا، واش نقدروا نخرجوا من العماله ديالنا، التنقل ما بين المدينه ومدينه في العماله ديالنا ممكن، الى اخره. هادو هما الاسئله المتداوله بالنسبه لي انايا حاليا، يعني اللي هما الناس كتسول عليهم بزاف، هادو هما يعني الاشياء اللي هي كما قلت اساسيه بالنسبه لي. لا سبيسي ناس يعني مازال ما كاينش، الحاله الناس اللي كيمشيو يديروا ديبورتي مثلا خيناسي وهذا، يعني فقط لا كانوا عندهم مسائل ديالهم يعني في الاير ليبري ولا في يعني في الهواء الطلق الى اخره. هذا هو اللي كاين
كنتمنى يا ربي نكون فدتكم، نتمنى نكون عطيتكم شي خلاصه، شي حاجه اللي ما تكلمتش عليها. انا هذا هو اللي بان ليا، بغيت صراحه بغيت نركز على هذه المسائل اللي هي الاسئله المتداوله اللي كتهمنا حنايا كعرب. هذا هو اللي كاين. الا شي حاجه ما هضرتش عليها وبنت لكم يعني شي حاجه اللي هي مهمه، خليوا لي في القسم ديال التعليقات وراني غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله. حتى انا غادي نكون ساليت هذا الفيديو اخواني واخواتي، تهلاو ليا في راسكم كما العاده، نتلاقى بكم ان شاء الله في الموضوع الماجي ولا في الحلقه الماجيه ان شاء الله. دمتم في امان الله.